السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي في درس جديد من دروس التربية الإسلامية. نتحدث اليوم عن المجال الخامس، السيرة والبحوث الإسلامية. درسنا لهذا اليوم بعنوان مراجعة بيعة العقبة الأولى والثانية، والدرس الآخر مواقف من السيرة النبوية، اللعب والمرح. هيا يا أبطال لنتعرف على أهداف الدرس. يتوقع من الطالب أن يكون قادر على أن يجيب على الأسئلة المتعلقة بالدروس الآتية: الدرس الأول بيعة العقبة الأولى والثانية، الدرس الثاني مواقف من السيرة النبوية، اللعب والمرح. هيا يا أبطال لنبدأ بدرس بيعة العقبة الأولى والثانية. مستعدون؟ أحسنتم. السؤال الأول: لماذا كان العرب يذهبون إلى مكة قبل الإسلام؟ من البطل الذي يستطيع الإجابة؟ أحسنت يا بطل، ليحجون إلى أصنامهم. ولكن أين توجد هذه الأصنام؟ بارك الله فيكم، كانت تحيط بالكعبة المشرفة في مكة المكرمة. أحسنتم جميعا. أكمل الفراغ. أولا، في موسم الحج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو القبائل إلى من يستطيع الإجابة؟ بارك الله فيك، إلى الإسلام. ثانيا، شاء الله تعالى أن يلتقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ب أحسنتم بستة رجال من قبيلة، بارك الله فيكم، من قبيلة الخزرج. كانت تسكن؟ أين كانت تسكن هذه القبيلة؟ أحسنتم، كانت تسكن يثرب، بارك الله فيكم. ثالثا، يثرب هو الاسم القديم؟ أحسنتم، للمدينة المنورة. أحسنتم يا أبطال. بيعة العقبة الأولى، هيا نتذكر سويا أحداث بيعة العقبة الأولى. الزمان، من يستطيع الإجابة؟ أحسنتم، في موسم الحج من العام الثاني عشر للبعثة. أحسنتم. المكان، أين كانت بيعة العقبة الأولى؟ بارك الله فيكم، مكان قريب من مكة المكرمة يسمى العقبة. أحسنتم. العدد، رائع يا بطل، 12 رجلا. البنود، على ماذا اتفقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحسنتم، لا نشرك بالله، لا نسرق، لا نقتل أولادنا، لا نعصيك في معروف. أحسنتم جميعا. من البطل الذي يستطيع الإجابة على هذا السؤال؟ أحسنتم، لماذا؟ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير رضي الله عنه مع وفد أهل يثرب، من يستطيع الإجابة؟ أحسنتم، ليعلمهم القرآن الكريم وأمور الدين، بارك الله فيكم. بيعة العقبة الثانية، هيا فكر وأجب. المكان، أين تمت بيعة العقبة الثانية؟ أحسنتم، في العقبة. متى كانت بيعة العقبة الثانية؟
بارك الله فيكم. العام الثالث عشر للبعثة. العدد، أحسنت يا بطل، 73 رجلا وامرأتين. البنود، على ماذا اتفقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحسنتم، حماية النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته إذا هاجر إليهم. بارك الله فيكم. فكر وناقش. بعد بيعة العقبة الثانية أصبحت يثرب، وهي الاسم القديم للمدينة المنورة. أحسنتم، مكانا آمنا. لكي يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أحسنتم، لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. أحسنتم جميعا. هيا يا أبطال، قارن بين بيعة العقبة الأولى والثانية. بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الثانية. هيا نقارن من حيث العام، العدد، المكان، البنود. أولا، بيعة العقبة الأولى. في أي عام تمت بيعة العقبة الأولى؟ من يستطيع الإجابة؟ أحسنتم، في العام الثاني عشر من البعثة. بيعة العقبة الثانية في أي عام؟ بارك الله فيكم، العام الثالث عشر من البعثة. العدد، بيعة العقبة الأولى، بارك الله فيكم، 12 رجلا. بيعة العقبة الثانية من حيث العدد، أحسنتم، 73 رجلا وامرأتين. المكان، أين تمت بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية؟ أحسنتم، في العقبة. البنود، أحسنت يا بطل، في بيعة العقبة الأولى اتفقوا على لا نسرق، لا نشرك بالله، لا نعصيك في معروف. وفي بيعة العقبة الثانية اتفقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحسنتم، نصرته وحمايته إذا هاجر إليهم. بارك الله فيكم. من البطل الذي يستطيع أن يعدد الدروس المستفادة من بيعتي العقبة؟ أحسنت يا بطل، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نشر دين الله تعالى. من يستطيع أن يكمل له الإجابة؟ بارك الله فيك، للصحابة دور في تعليم القرآن الكريم ونشر الدين. من يعطيني مثال كما فعل من؟ رائع يا بطل، كما فعل مصعب بن عمير رضي الله عنه عندما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وفد أهل يثرب ليعلمهم القرآن الكريم وأمور الدين. أحسنتم. ثالثا، كانت بيعة العقبة الثانية مقدمة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى المدينة. بارك الله فيكم. هيا يا أبطال، لنبدأ في مراجعة درس مواقف من السيرة النبوية، اللعب والمرح. هيا نتذكر بعض المواقف لمداعبة الرسول صلى الله عليه وسلم للأطفال. هيا، الموقف الأول، داعب الرسول صلى الله عليه وسلم الطفل الذي مات طائر حتى ينسيه حزنه. هل تعلمون من الذي حدث معه هذا الموقف؟ أحسنتم، الطفل أبا عمير. بارك الله فيكم. هيا لنتذكر الموقف الثاني،
النبي صلى الله عليه وسلم يلاحقه ويضاحكه ويداعبه في الطرقات. من الذي حدث معه هذا الموقف؟ أحسنتم، حفيده الحسين بن علي، بارك الله فيكم. هيا لنتذكر الموقف الثالث. تعلقت بظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك ودعا لها 3 مرات. من هي؟ بارك الله فيكم، هي الصحابية أم خالد، بارك الله فيكم. ماذا تعلمت من مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأطفال؟ من يستطيع الإجابة؟ أحسنت يا بطل، الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة للناس جميعا، الكبار والصغار. أحسنتم. من يستطيع أن يكمل الإجابة؟ بارك الله فيك يا بطل، الرسول صلى الله عليه وسلم يستمع للأطفال ويداعبهم. وأيضا أحسنتم، الرسول صلى الله عليه وسلم يعامل الأطفال بالرفق واللين وسعة الصدر. أحسنتم جميعا. أكمل العبارات الآتية: داعب الرسول صلى الله عليه وسلم الطفل الذي مات طائره حتى ينسيه. ينسيه ماذا؟ أحسنت يا بطل، حتى ينسيه حزنه، بارك الله فيكم. السؤال الثاني: ساوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مداعبة الأطفال بين. من يستطيع الإجابة؟ أحسنت يا بطل، بين البنين والبنات، بارك الله فيكم. السؤال الثالث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل الأطفال. كيف كان يعامل الرسول صلى الله عليه وسلم الأطفال؟ أحسنتم، بالرفق واللين وسعة الصدر، بارك الله فيكم. والآن هيا لفقرة فكر وأجب لتحقيق الأهداف الصحيحة من خلال إجابتكم على الأسئلة الآتية. مستعدون؟ أحسنتم. من يستطيع الإجابة على السؤال الأول؟ بارك الله فيكم، لاعب الرسول صلى الله عليه وسلم الطفل أبا عمير حتى ينسيه. من يستطيع الإجابة؟ بارك الله فيكم، حتى ينسيه الحزن. السؤال الثاني: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعامل الأطفال باللطف واللين والمحبة، هل هذه العبارة صحيحة أم غير صحيحة؟ من يستطيع الإجابة؟ أحسنت يا بطل، هذه العبارة صحيحة. السؤال الثالث: ساوى الرسول صلى الله عليه وسلم في اللعب بين. بين من؟ من يستطيع الإجابة؟ أحسنتم، بين البنين والبنات، بارك الله فيكم. رابعا: كيف كان يعامل الرسول صلى الله عليه وسلم الأطفال؟ من يستطيع الإجابة على هذا السؤال؟ أحسنتم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعامل الأطفال بالرفق واللين وسعة الصدر. أحسنتم جميعا. خامسا: أذكر درسا من الدروس المستفادة من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال. أحسنتم، إجابة صحيحة،
الرسول صلى الله عليه وسلم يستمع للأطفال ويداعبهم. أحسنتم جميعا. وإلى هنا لقد انتهى درسنا لهذا اليوم. شكرا لحسن استماعكم للدرس. الرجاء مذاكرة الدرس جيدا من الكتاب المدرسي والاستماع إلى الفيديو ومحاولة الإجابة بطريقة صحيحة على الأسئلة. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.